ده الأوفيريان أرتري. هذا الأوفيريان أرتري ده هو سبلاي الأوفري وسبلاي اللاترال هاف اوف ذا فالوبيان تيوب. انما الفين الأوفيريان فين عندي اتنين أوفيريان فين، الليفت أوفيريان فين بيروح للليفت رينال فين. ابص الاقي الاوفيريان فين الليفت اوفيريان فين مع اللاترال هاف بتاع اليوتراين تيوب الاثنين ده همت بالاوفيريان فين، ده بيروح لمين هذا الاوفيريان فين؟ للليفت رينال فين. لكن على الرايت سايد ده همت بيروح للانفيريور فينا كيفا، ده الفينوس درينج بتاعت الاوفري. الليمفاتيك درينج الاوفري واللاترال هاف بتاع هذه الفالوبيان تيوب بيروح للبارا اورتيك ليمف نود. بارا اورتيك ليمف نود عند الليفل بتاع ال واحد، ده الليمفاتيك درينج بتاع الاوفري. تمام، نيجي للفالوبيان تيوب كده يعني بسرعه كده بس ايه، تلاحظوا ان الاوفري واللاترال هاف بتاع الترين تيوب كله مع بعض، الارتري والفين واللينفاتكس مع بعضه. الفالوبيان تيوب ده 10 سنتي ولها فتحه من البريتونيال كافيتي لغايه الكافيتي بتاع اليوترس، عشان كده كان ترانسميت انفكشن للبريتونيوم. تمام، في اجزاء فيمبرييتد اند اللي هي فيها الفيمبريا ده، وبعدين ده the widest part is called the ambulla of the uterine tube. This is the widest part الامبولا of the uterine tube ده، والوايدست بارت ده هو اللي بيحصل فيه الفيرتلايزيشن بتاع الاوفا في lateral side of the fallopian tube with the widest part فيه. وبعدين الاسمس اللي هو اضيق واحد حته في التيوب، وبعدين الانتراميورال بارت بتاع الفالوبيان تيوب، اربع اجزاء. ودي موجوده انكلوزنج ما بين التو لايرز بتوع البرود ليجمنت، بس الفتحه بتاعتها بره الليجمنت، بره الليجمنت لانها لازم تفتح في البروتينيال كافيتي عشان الاوفم لما تطلع من الاوفري تمسكها، عشان كده الفيمبرييتد اند ديت بره الليجامنت اوتسايد ذا ليجامنت. الفالوبيان تيوب ده زي ما انتم عارفينها هي بتنقل الاوفم لليوترس والسبيرم لها ويحصل فيرتلايزيشن فيها وتنقل فيرتلايزد اوفم انتو ذا يوتراين كافيتي، لها سيليا عشان تعمل كرنت عشان الاوفم تمشي مع هذا الكارنت تدخل في اليوترس وتعمل نيوتريشن للسبيرمز. البلاست سبلاي بتاعها كالاتي، النص اللاترال احنا عارفينه اوفيريان ارت، الناحيه دي اوفيريان ارت، الناحيه الثانيه اوفيريان، الميديال دهوت مليوتراين ارت، اليوتراين ارت دهوت ده برانش جاي من الانترنال ايلياك ارت من الانتيريور ديفيجن وماشي على الفلور او تحت اللور اند اوف ذا برود ليجامنت وتورشوس ويجي لغايه السيرفكس، يجي ماشي ما بين التو لايرز بتوع البرود ليجامنت على اللاترال سايد اوف ذا يوترس ويجي رايح على الميديال هاف اوف ذا يوتراين تيوب ويعمل انستوموزس مع الاوفيريان. ولذلك هذا اليوتراين ده اهو بيدي فاجينال برانش تو سبلاي الفاجينا، بيسبلاي السيرفكس، بيسبلاي اليوترس عن طريق لاترال برانشز، بيسبلاي الميديال هاف اوف ذا فالوبيان تيوب. ولذلك الميديال هاف بتاع الفالوبيان تيوب ده هي الفينوس درينج بتاعتها هتروح نفس اليوتراين فين وتمشي مع اليوتراين فين وتروح للانترنال ايلياك فين. انترنال ايلياك فين الليمفاتيك درينج بتاعتها ماشيه ايضا معاها وتروح لغايه الانترنال ايلياك لينف نود.
ببص الاقي الفالوبيان تيوب ده اتقسمت نصين، نص ماس تبع الاوفري والنص الثاني تبع اليوترس في البلاس سبلاي بتاعها الارتيريال، والارتيريال دايما يمشي معاه الفين ويمشي معاه الليمفاتكس، دايما تمشي مع الارتريس. ده بالنسبه للفالوبيان تيوب. بالنسبه لليوترس، انا عندي اليوترس ده هو كذا جزء، دي الفندس بتاع اليوترس، وزي ما انتم عارفين الفندس هو الجزء اليوترس اباف الليفل بتاع اليوتراين تيوبس، وبعدين ده البودي بتاع اليوترس اهو، وبعدين ده السيرفكس. ما بين البودي وبين السيرفكس في كونستريكشن، حته كونستريكتد بيسموها الاسمس. هذا الاسمس ده هو اللي بيعمل لي اللور يوتراين سيجمنت. لما الست تبقى بريجننت طبعا اليوترس بيكبر، الاسمس ده هي اللي بتعمل اللور سيجمنت بتاع اليوترس اللي بفتح فيها اعمل فيها مين؟ سيزاريان. لور سيجمنت اللي بيعملها الاسمس، لما الاسمس ده بيتفرد يعمل اللور سيجمنت بتاع اليوترس، وده اللي بتعمل فاسس، ده الاسمس. وبعدين ده السيرفكس. السيرفكس دي الفاجينا محوطاه، يعني ده السيرفكس اهو والفاجينا محوطه دايرين داير، وده السيرفكس اهو. وهو زيك بص الاقي في مسافه ما بين السيرفكس والوول بتاعه الفاجينا، بيسموها الايه؟ الفورنيسز. ده فورنكس لاترال فورنكس، وده لاترال فورنكس، ومن قدام انتيريو فورنكس، ومن ورا بوستيريو فورنكس، لان السيرفكس داخل وهي محوطاه. وجزء من السيرفكس جوه الفاجينا بيسموه فاجينال بارت اللي هو ده، وبعدين جزء فوقيه سوبرا فاجينال بارت بتاع السيرفكس. سوبرا فاجينال بارت، وده الفاجينال بارت بتاع السيرفكس اهو. وبعدين في اكسترنال اوس، الفتحه الخارجيه بتاعه السيرفيكال كانال. في الانترنال اوس قبل الاسمس بالظبط، دي الانترنال اوس قبل الاسمس ده اهو، ودي السيرفيكال كانال، ودي السيرفيكال كانال، وده الاندو سيرفكس، وده الاكتو سيرفكس. مش مهم اعرفوها دلوقتي، بس ليه؟ لان هتلاقي في التيومرز، هتلاقي في تيومر طالع من هنا وتيومر طالع من هنا، الاثنين بيختلفوا عن بعض. ده الاندو سيرفكس من جوه، وده الاكتو سيرفكس اللي من بره، والاثنين ديفرنت وديفرنت تيومرز. تمام. هذا الاكسترنال اوس ده هوت، لو هي الست ده هي ما ولدتش خالص فاجينال ديليفري، هبص الاقي ان الاكسترنال اوس سيرفكس اهو، والاكسترنال اوس اسمه بين بوينت وراوندد وفيري سمول، ده الاكسترنال اوس. لو الست ده هي اتولدت فاجينال، هبص الاقي الاوس ده هي بدات كبيره وعريضه كده اهو، وبدات الفتحه بتاعتها لها انتيريور ليب وبوستيريور ليب، شفه هنا وشفه هنا، اعرف ان ديت ولدت فاجينالي. ودي بيستخدموها ميديكو ليجالي، يعرفوا الست ديت هل ولدت فاجينالي ولا ما ولدتش قبل كده. تمام. طيب بالنسبه لللاترال ريليشن، عشان الرسمه موجوده اصلا اوريدي، اللاترال ريليشن اوف اليوترس، هبص الاقي اون بوث سايدز اوف اليوترس الاقي البرود ليجمنت عادي لاترال، الفالوبيان تيوب لاترال لي، اليوتراين ارتري وتراين فيسز لاترال لي، حتى في الراوند ليجمنت بتاع اليوترس، الراوند ليجمنت بتاع اليوترس ده نازل لغايه الليبيا ماجوره، ماسك في الليبيا ماجوره من بره، ومش في الانجوينال كانال. فاكرين انجوينال كانال لما كان الكونتنت بتاعتها اقول الراوند ليجمنت اوف اليوترس، ده كله لاترال لهذا اليوترس. بالنسبه للسيرفكس،
lateral للفاجينال بارت الفورنيسز، ادي فورنكس اهي، فورنكس اهي، فورنكس من قدام وفورنكس من ورا، ده الفاجينال بارت. السوبرا فاجينال بارت lateral ليه very important relation، مهمه جدا. اليوتراين ارتري، وهذا اليوتراين ارتري كروسنج اوفر اليوريتر، اليوريتر ناو يعني السوبرا فاجينال بارت تاع السيرفكس لاترالي اليوتراين ارت كروسنج اوفر اليوريتر، لان اليوريتر جاي من ايه؟ من كده اهو، داخل هيدخل في البلادر كده، جاي من ورا وداخل في البلادر كده اهو، فمعدي على الايه؟ على الفورنكس تحت اليوتراين تيوب، ودي فيري امبورتنت وخاصه ديورينج هيستريكتومي. هيستريكتومي ان انا بشيل اليوترس، عشان اشيل اليوترس لازم اقفل البلاس سبلاي بتاعه، يعني اليوتراين ارتري من الناحيه دي اقفله واربطه من ناحيتين واقطعه، اليوتراين ارتري اقفله واربطه وانتهى كل الفيسلز، عشان لما اشيل اليوترس ما ينزلليش دم. فلو انا مش واخد بالي من الريشن ديت هعور مين؟ اليوريتر، لان الارتري ماشي جنب فوقيه على طول وجنب السيرفكس، فعشان كده دي الريليشن المهمه. ثانيا، عيان عنده كارسينوما اوف ذا سيرفكس، وان اوف ذا كوزز اوف ذس از ان هذه الكارسينوما ات ويل كومبريس اليوريتر وتعمل لي رينال فيلير، لان هتكمبريس تعمل باك بريشر عن بوس كيدنيز وتعمل لي وان اوف ذا كوزز اوف ذس رينال فيلير، عشان هذا الريليشن ما بين اليوريتر وما بين السيرفكس. دي المهمه بتاعه اللاترال ريليشن بتاعه هذه الايه، مش ادخلهم مع بعض كلهم احسن. الفاجينا بالمره اللاترال ريليشن بتاع الفاجينا، يبقى كله مع بعض. الفاجينا دي ثلاث تلاتات، يعني بص الاقي ابر سيرد، ميدل سيرد، لور سيرد، وكل سيرد لوحده له قصه لوحده وله طريقه لوحده. فبص الاقي الابر سيرد بتاع الفاجينا ده هو لاترال هنا هو اليوريتر، اليوريتر وبعدين ليفيتور ان اي ماسل، ليفيتور ان اي ماسل لاترالي، وبعدين تحتيها حاجه اسمها يوروجينتال دافرام، ده في البرينيوم، وفي المصل بتاعت البرينيوم يوروجينتال دافرام، تلاتاتهم. الابر سيد ديتد لليوريتر، الميدل سيد ديتد لليفيتور ان اي ماسل، اللور سيد لليوروجينتال. اللي بتقول البرولابس اهو، ما دي دي الليفيتور ان اي دي سبورتنج الفاجينا، ده محوطه الفاجينا، لما يحصل انجري هذه الليفيتور ان اي ماسل الفاجينا هتيجي ساقطه لتحت على طول، يحصل برولابس لا وهي واليوترس كمان معاه، مش كده وبس، ده اليورينا بلادر اللي قدام الفاجينا ده ايه تيجي داخله كمان، سيستو سيل، سيستو يعني بلادر داخله، ومن ورا الريكتم داخل كمان زي الفاجينا والضلع اللي بره، سيستو ريكتو سيل. ليه؟ لان السبورت راح، وزيك فيري امبورتنت بيعملوا بعد الدليفري بيعملوا اكسرسايزز للبلفيك فلور ماسلز عشان ترجع قويه تاني زي ما كانت. ليه؟ لان هتعمل مصايب كبيره، سيستوريكتوسيل وستريس انكونتنس ويعني ايه ده اللاترال ريليشن بتاعه اليوترس والسيرفكس والفاجينا مع بعضه، عشان ايه؟ لا انسى الفاجينا ثلاث تلاتات، يوريتر ودي ودي، ولا انسى ان السوبرا فاجينال بارت بتاع السيرفكس ده هو تيت، الاثنين مهمين. تمام. طيب بالنسبه للريليشن الثانيه، انا عارف ان انا وجع دماغكم صح؟ عامل لكم سيفير هيديك، انتراكتابل هيديك، طيب سمول هيديك، طيب مفيش هيديك،
لكن في ايه؟ في يعني ايه؟ هو مفيش شرك ولا حاجه، بس في امتعاض. انت عارف يعني ايه امتعاض؟ انا شخصيا ما اعرفش يعني ايه امتعاض، لكن يعني ايه واحد مشمئز ومشمقنط يعني، وايه وزهقان ومخنوق، ونفسه اللي قدامه ده يطفش من قدامه عشان يخلص من وشه. صح ولا لا؟ صح، هي قال الصح. لاترال فيو وانتيريور، بقى انتيريور. انا عندي هنا اهوت لاندي، دي السيمسس بيوبس اهو، ده لاترال فيو للبلفس، تمام. وادي اليورينري بلادر اهي، وادي اليوريسترا بتاعت الفيميل اهي، واليورينري بلادر اهي، تمام. ورا اليورينري بلادر ده هي بلاقي اليوترس، ادي اليوترس ده هوت اهو، وادي الفاجينا. لا بس كده هيبقى مش ايه، مش حلو. لا ده فيري باد. اما هقول لك، حاضر، من غلبه هيعمل ايه يعني؟ يعني تلاقي كان حاضر محاضرة اناتومي زي انتوا كده يعني، وغلب خلاص يعني، زهق. تمام، ده السيمسس بيوبس اهي، وراها اليوريناري بلادر، اليوريسترا، ده اليوترس، وده السيربكس، دي الفاجينا، وراهم هنا ده الريكتم، وادي الانال كانال، وادي البرنيال بودي. البرنيال بودي ده فايبرو ماسكولار بان، مهم جدا البرنيال بودي دهوت في السبورت بتاع الفاجينا، وبالتالي السبورت بتاع اليوترس. يعني لما حاجه في السبورت، نمرة واحد سبورت لفيتروناي مصر، نمرة اتنين الايه؟ البرنيال بودي، بعد كده أي حاجة تانية بقى، لكن لفيتروناي مصر از ذا مين سبورت بتاع اليوترس والفاجينا، شايلاهم. لو ضاعت الفيتروناي مصر برولابس هيحصل، مفيش افصال، تمام. فده البرنيال بودي. فبص الاقي البريتونيوم بقى بيجي جاي من هذا السير الابر سيرفيس بتاع الابر سيرف بتاع البلادر على الانتيريور سيرف بتاع اليوترس، ويغطي البوستيريور سيرف بتاع اليوترس، ويغطي البوستيريور فورنكس. الانتيريور فورنكس مش متغطي بالبريتونيوم، البوستيريور متغطي، ويجي راجع على الريكتم كده، ده البريتونيوم. فقدام اليوترس هلاقي فيه باوش هنا اهو، ده اليوترو فازيكال باوش، يوترو فازيكال باوش. هذا الباوش فيري سمول باوش، ممكن الاقي فيه انتسل، ممكن ما الاقيش فيه حاجه خالص نايم، تمام. اليوترس ده هو ريليتد تحت السوبيريور سيرفيس اوف ذا رينال بلادر انتيريورلي، نايم عليه على السوبيريور سيرفيس، هو والسيرفكس اللي هو سوبرا فاجينال بارت بتاع السيرفكس، الاثنين على السوبيريور سيرفيس اوف ذا رينال بلادر، تمام. الفاجينال بارت بتاع السيرفس قدامه الفورنكس، الانتيرو فورنكس، الفاجينا اهي ثلاث ثلاثات برضه، السيرفكس وهو داخل دخل في الانتيرو وول بتاع الفاجينا، يعني الفاجينا كانت الانتيرو وول والبوستيرور وول زي نفس الطول، جه السيرفكس دخل في الانتيرو وول، عشان كده الانتيرو وول بتاع الفاجينا اقصر من البوستيرور وول. فالريليشن بتاع الانتيرو وول السيرفكس، البيز اوف ذا رينا بلادر اليوريسرا، ولا انسى اليوريسرا ده. ليه بقى؟ لان هذه اليوريسرا مش انتيريور للفاجينا بس، لا ده امبيدد ان اتس وول، امبيدد ان اتس وول، في الوول بتاع الفاجينا نفسه، بحيث ان لو حصل احيانا في برلونج سكند ستيج اوف ليبر
والهيد نازله لتحت ان هو مش عارف يتحرك، اليوترس مش عارف يزقها ولا المهم قعدت فتره دول سكن ستيج اوف ليب. هذه الهيد دهيت ممكن تعمل نكروزس لمين؟ لليوريسرا، لانها زنقت عليها كلت الول بتاع الفاجينا وعلى طول يوريسرا، وتعمل لي بعدها يوريناري فيستولا، فاجينال يوريناري فيستولا. ليه؟ لان هذه اليوريسرا ده امبيدد لازقه في الول. ثانيا لما بعمل بي في اكزامينشن اي كان فيل البيز بتاع البلادر والايه السيرفكس ده، يبقى ده الانتروليشن بتاع الفاجين. ثلاثة برضه سيرفكس بيز اوف ذا بلادر وبعدين يوريسرا. البوستيرو ليشن بتاع كلهم هنا كان في باوش، هنا كمان باوش ضخم قوي بيسموه باوش اوف دوغلاس، دوغلاس باوش، باوش اوف دوغلاس او بيسموه ريكتو يوتراين باوش، ريكتو يوتراين باوش. هذا الباوش واسع جدا وريتد فيه سمول انتستين في لارج انتستين، اوكي، وحنا الاوفري بيبقى بورلابسد فيه زي بعضه، وبعدين وراهم الريكتم ده بالنسبة لليوترس والسيرفكس، وراه الباوش وفي سمول انتستين لارج انتستين وبعدين الايه الريكتم. بالنسبة لي السائل فاجينال بارت بتاع سيرفكس وراه الفورنكس البوستيرو فورنكس، بالنسبة للفاجينا وراها الابر سيرد للباوش، الميدل سيرد للريكتم، اللور سيرد للبرنيال بودي. ده بالنسبة للفاجينا برضو ثلاث ثلاثات الفاجينا سوبر الابر بارت بتاع الليتد لي الباوش، الميدل للريكتم زي كان بعمل بي، وزي السيستوريكتوسيفين ده لما يحصل الوول بتاع الليفيتو الناي حصل لها ويكنس، ابص الاقي الريكتم ده هو يجي زائق الفاجينال وول ويجي طالع لبره ريكتوسيل، البيز بتاع البلادر ده هو مفيش سبورت فيجي زائق الايه الوول ويجي طالع لبره وباظظ لبره سيستو ريكتوسيل، وطبعا هشد معاه الانجل ده اهي ويعمل لي ستريس انكونتيننس، هشد الانجل ده اهي ويعمل ستريس انكونتيننس، ده عشان كده بيحصل سيستو ريكتوسيل والبلادر بيتعامل معاه واليوترس طبعا بينزل. ده بالنسبه للبوستور ليشن بتاع ده وايه والانتيرو ليشن بتاعت ده وده مع بعضيه والسيرفكس اهو تمام. لاحظ البوستير فورنكس ده هو متغطي بالبريتونيوم، الانتيرو فورنكس ده مش متغطي بالبريتونيوم، وده كان عامل بيعمل مشكله ميديكوليجال. في ناس في مصر عندنا بالذات في بيحصل الليجال بريجننسي وتروح لواحده الدايه اسمها الدايه، الدايه دي اللي بتولد، فبتروح تعمل لها ابورشن. تعمل لها ابورشن ازاي؟ بيجيبوا عود ملوخيه، عود ملوخيه، عود ملوخيه ده هوت عشان الملوخيه بالزفلط السكريشن بتاعتها بالزفلط كده، فبيدخلوه في السيرفكس فسكينه بتزفلط جوه وتيجي داخله في السيرفكس، اول ما وسعت السيرفكس خلاص يجي الطفل نازل على طول ويحصل ابورشن. سام تايمز الست ده هي تيجي داخله في مين؟ في البوستيرو فورنكس، والبوستيرو فورنكس هتلاقي ريزيستنس طبعا ما يهمهاش هي مفتريه اصلا، فتيجي داخله جامد، تيجي داخله في مين؟ في البريتون، والتاي انتستين طالعه قدامها وبريتونايتس والعينه تموت. احد الاسباب الوفاه الواضحه ان تدخل في البوستير فورنكس لان وراها البريتونيه، فتعملي بريتونايتس والانتستين تيجي نازله. فده الايه عشان بس تفتكر الاناتومي ب ها؟ الهيريك الفم موجوده
الايه؟ اليوريتر. اليوريتر on both sides of the cervix. يعني اليوريتر اهو. على اللاترال وول بتاع السوبرافجينال بارت بتاع السيرفكس وريليتد للابر بارت اوف ذا لاترال بتاع الفاجينا وجاي من هنا داخل هنا في ايه؟ في الفاجينا في اليوني بلادر. ما بين البلفس والبرينيوم ليفيتوريناي. طيب هو مثلا الاكتيف بريجننسي اللي بتحصل في الابدومين كيف بتوصل الاوفر فوق؟ الاوفر فوق يعني كده في يحصل ايه يعني انت عايزه تقولي ان في دلي فيها ليه بريجننس ابدومينال بريجننس كيف بتوصل ابدومينال بريجننس بتوصل عن طريق الترين تيوب السبيرمز بتيجي ماشيه في الترين تيوب لغايه الاخر وتعمل فلتريشن للاوفم في البريتونيوم وهي لسه على سطح الاوفري. اوكي. ما حصلتش ما دخلتش الترين تيوب خالص. ما دخلتش الترين تيوب. هو السبيرمز بيبقى فيه كيمو تاكتيك اتراكشن ما بين الاوفري الاوفم وما بين السبيرم. فهي لازقه على الاوفري ما دخلتش الترين تيوب. هو طلع لها لغايه مكانها. وحصل ابدومينال بريجننسي ده اللي بيحصل ابدومينال بريجننسي عشان كده بقول لك فتحه الوترين تيوب فتحه في البروتينيال كافيتي فالسبيرم هيروح البروتينيال كافيتي على السطح الاوفري موجود فيعمل فيرتيزيشن للاوفا ويحصل ابدومينال بريجننسي تمام ده بالنسبه للريليشن بتاعت الايه اليوترس والبلاس سبلاي بتاع اليوترس زي ما انتوا عارفين يوتراين ارتري اليوتراين ارتري ده هو اللي بيسبلاي اليوترس واليوتراين ارتري ده زي ما شرحنا برانش من انتنا ايليك ارتري من الانتيريور ديفيجن بتاعه وبيمشي تورشوس تحت البرود ليجنت وهيجي ماشي على اللاترال وول بتاع اليوترس الاثنين وبيسبلاي اليوترس والسيرفكس وبيدي فاجينال برانش وبيسبلاي اللاترال الميديال بارت بتاع الترين تيوب انتوا معايا؟ انا لسه قايلها المره اللي فاتت تمام انما الفاجينا البلاس سبلاي بتاعها بيجي لها ارتري مخصوص لها اسمه فاجينا